بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيبتي هاد الفيديو تلقاكم كامل بخير وكامل مهنيين. اليوم راح نديرو مع بعض طبق يعني خفيف ظريف تاع المقارون بالبيشامال. نبداو على بركة الله. بسم الله، هنا عندي زوج مغارف تاع زيت الزيتون. كيما تقدروا ديروا الزبدة مع شوية تاع الزيت. نزيد الدجاج تاعي لهنايا ونقليه. هنا الكمية حسب أفراد العائلة تاعك. الوقت اللي راهو يتقلى الدجاج تاعك واش ديريه؟ احكي زوج بصلات، هاد البصل الأخضر ولا عندك البصل اللي مدور تقدري ديري تاني. أنا حكمت لهنا زوج بصلات كبار. عندي لهنايا وحدة تاع الفلفل الأخضر، عندي وحده تاع الفلفل الاحمر. كيما تقدري ديريهم في زوج اخضر لما عندكش الاحمر. وعندي لهنا ثاني زوج حبيبات تاع الزروبيه. هادو قطعتهم كامل اون تي دي، وهادي غطيتها في السكرتاج لا بارتي هذيك الصغيره. نحكم ثاني غير واحد اخر، نحط فيه الماء يغلي، نحط المقارون تاعي طيب. اي نوع تاع المقارون راكو حابينها ديروها. انا راح ندير هذيك تاع الروسوت. وشنو كي تحطوها طيب المقارون تاعكم ما تحطوهاش الزيت، تحطوا لها غير الملح برك، وملحوها مليح، حطوا لها مغرف تكون معمره مليح. لو كانت ديروا لها الزيت ما حاش تخرج لكم بيشاميل، ما تجيكمش بنينه. نحط كامل هذه المكونات كما راكم تشوفوا على مره. نحط النار تاعي متوسطه ونقليهم مليح مليح حتى يتبالوا، ومن بعد نكبل. هنا لاصوص تاعي راهي طيب. هنا اللي يحبوها حمار يقدروا يزيدوا لهنايا حبه تاع طماطيش مسكرفزة، وتزيدي مغرف تاع طوماطيش تاني كونسونطخي. انا ما راحش ندير، راح نخليها هكذايا بيضة. وانتوما كيما تحبوا، تاني كي يحبوا الحار يقدروا يزيدوا شوية، بصح ما يكثروش خاطر صاحي بالبيشامل. حطوا غير الريحة برك، هذا ما كاش. وقت لي الخضر تاعنا راهي تتقلى، دوك انايا نبدا نخدم في البيشامل تاعنا. انا راح ندير هذاك البيشامل السهل والسريع، كنت درتو ديجا معاكم. وانتوما كيما تحبوا كل وحده دير البيشاميل اللي يعجبها. هنا بعد ما تبالوا كل الخضر، دوك لهنايا نملح، ما تملحوش بزاف. هنا عندي التوابل، عندي زيت الصوص تاع الثوم يكونوا كبار، نحي منهم شويه برك باش نديرهم في البيشاميل. قيس هكذاك واحد القفص يكون صغير. عندي البابريكا، توابل الدواجن واللحوم البيضاء، عندي القصبر وشويه تاع الزنجبيل مع شويه تاع الفلفل الاسود. دوك لهنايا تقدري تزيدي لي زعد الخضر كي عندك، ولا ما عندك ديري شويه زيت راه خلاص كيما راح ندير انايا. عندي انا هاد الزعتر اللي تباع راح ندير منها شويه. هكذا خلطي كل حاجه، نقصي القاف وخلي هاد المكونات كامل يتبلو مع بعضهم. لما تزيدي الماء بلا حتى حاجه راح يطيبوا هكذايا غير في الماء تاع الخضر. هنا خليت الخضر تاعي راهي طيب على نار قليله. دوك لهنا واش ندير؟ نبدا نطيب في البيشاميل تاعي. حط زوج كيسان تاع الحليب، الكاس تاع 240 ملي. نحطو دوك لهنايا هكذا تلت مغارف تاع الفرينه يكونوا مصيرين. نحط هذاك الفص تاع الثوم اللي قلت لكم عليه، خليناه نملحو لهنايا
هكذا قيس زوج قرصات تاع الملح. هنا عندكم لو شوا، تحبوا طيبوه وفي الاخير تزيدوا له مغرف تاع الزبده، تحبوا تزيدوا له زيت زيتون كيما رايح ندير له هنايا. هكذا زوج مغارف تاع زيت زيتون. زيدوا له الفلفل الاسود طبعا، انا ما حاش نزيد لهنا الفلفل الاسود. وبداو تخلطوا على نار تحت المتوسط حتى يطيب لكم حتى يعقد. بسم الله. هاي ليك لابيشاميل تاعنا راهي طابت، راكم تشوفوا في القوام تاعها. دوك نطفي عليها نعاود هكذا. راهي طابت لي، تبلت مليح مليح الخضر تاوعي. المقارون تاعي تانيك هاي ليك طابت وصفيتها، دوك نخلطها مع هاد لاصوص. هنا كيما قلت لكم نفرغ هذاك المقارون تاعي، دوك نخلطها كامل ونحطها في التيراكس تاعها. هاي ليك لهنا بعد ما طابت البيشاميل، دوك نزيد لها لهنايا شويه تاع الجبن. الجبن هنا كيما تحبوا، تقدروا ديروا ثلاثة حتى ربعة كيما تحبوا. قد ما ديروا لها راح تجيكم بنينه لا بيشاميل تاعكم. هكذا ونخلطها حتى تدوبلي كامل هذاك، حتى يدوبلي كامل هذاك الفرمان. هنا دوك نحط شويه برك تاع هذيك لا بيشاميل، شغل نفرشيها لهنايا من تحت. المهم تخلي لا بارتي الكبيره هي للفوق. لهنا دوك نزيد هذاك المقارون تاعي بعد ما خلطها كتشوفوا فيها. هنا زيدي شويه تاع فرماج غافي. الكميه الكبيره خليها للفوق تانيك. دوك لهنا نزيدو نحطو هذيك لا بيشاميل تاعنا كامل. في الاخير كامل كيما راكو تشوفو راني ندير في الجبن. الفرن تاعكم راهو شاعل، خليو هاد المكونات يندمجو كامل خاطرش كل حاجة راهو طايب دوك لهنايا. ومن بعد لستوها محبش تحمر لكم، شعلو لها شوية من الفوق، حمروها من الفوق باش تعطيكم شكل شباب وخرجوها. صدقوني تخرج ولا اروع. دوك لهنا تاني نزيد لها شوية تاع المعدنوس. هاي لك النتيجه الاخيره اللي تحصلنا عليها. قلت لكم غير يحمر هكذايا نحو باسكو كل حاجه راهو طايب. انا عندي لا كوزينير تاعي نشعلها غير يحمر لي هكذا، انا ما نضلش نشعل الفوق والتحت، يحمر لي ديريكتومون من الفوق هكذايا وحده. النتيجه راهي قدامكم راكو تشوفوا فيها وشنو برك. قبل ما تقسموا خلوه شويه هكذا يرتاح شويه ومن بعد قسموا. انا راح نقطعها معكم لهنايا باش تشوفوا النتيجه الاخيره قبل ما تبرد. راهي مازالها سخونه، شوفوا النتيجه الاخيره. ما تجيش يابسه كيما هذوك اللي يديروا بزاف، اللي يديروا لا بيشاميل تاعهم تخرج لهم لهنايا المقارون كامل يابسه. بهذه الطريقه ما حاش تخرج لكم كاع يابسه. بسم الله. وشوفوا النتيجه لهنايا اللي عندها الموتزاريلا، قلت لكم راهي سخونه. شوفوا النتيجه كيفاش راهي، بسم الله ولا اروع. هاي ليك وشوفوا لهنا كيفاش راهي رطبه وما هيش معجنه. هاي ليك شوفوا تخرج ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع نهار اليوم تكون عجبتكم. ما بقالي غير نقول لكم كي العاده دمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنساوناش بجيم لا فيديو، ابونيو للقناه باش يوصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.